السلام عليكم. بخصوص المالتي بروسيس اركيتكتشر، مثل ما ذكرنا هناك بعض نظم التشغيل التي ترعى ما يسمى بالمالتي بروسيس اركيتكتشر، اللي هو معماريه العمليات المتعدده. بعضها طبعا ما زالت لحد الان هي بالسنجل بروسيس اركيتكتشر. جوجل كروم كمثال هو من يعني انواع المالتي بروسيس اركيتكتشر. بالنسبه للويب براوزرز كمتصفحات الويب، الكثير منها يعني عملت في الماضي كسنجل بروسيس، إلا أنها البعض منها ما زالت يعني لحد الآن. كيف تعرف أنه يعني متصفح الويب هو من نوع السنجل بروسيس؟ في حالة أنه إذا كان هناك ويب بيج واحدة سببت في مشكلة معينة، فإن المتصفح بكامله سينهار أو سيعلق، يعني يتوقف عن العمل. بالنسبة للجوجل كروم براوزر، فهو من الأنواع المتعددة العمليات من مالتي بروسيسز، لأنه دائما يحتوي على 3 أنواع من العمليات في كل وقت. يعني عند تشغيل أي متصفح إنترنت من نوع جوجل كروم، راح تكون هناك دائما 3 عمليات تعمل سوية. العملية الأولى اللي راح تكون البراوزر، اللي هو الشيء الرئيسي اللي نقوم برؤيته، اللي هو العملية التي تقوم بإدارة اليوزر انترفيس، واجهة المستخدم، الذاكرة، وأجهزة الإدخال والإخراج المرتبطة بالشبكة. الريندرر اللي هو العارض، اللي هو عبارة عن العملية الأخرى التي تقوم بعرض صفحات الويب، واللي تتعامل بشكل مباشر مع الكود، يعني اللي هو الـ HTML أو الجافا سكريبت. وطبعا يتم انشاء ريندرر جديد لكل صفحه ويب نقوم بفتحها. يعني مثلا هذا المثال اللي امامنا، عندنا 1 2 3 4 4 صفحات ويب مفتوحه، وبالتالي عندنا 4 ريندررز تعمل سويه يعني في كل لحظه من اللحظات. وكذلك اكو عندنا البراوزر الرئيسي اللي هو يجمعها كلها سويه في داخل نافذه واحده. عادة الريندرر يعمل في ما يسمى بالساند بوكس. الساند بوكس اللي هو الوضع الآمن الذي يتم من خلاله يعني تقييد الوصول إلى الذاكرة وأجهزة الإدخال والإخراج، وتقليل المخاطر الأمنية. وبالتالي عند فتح أي واحد من هذه النوافذ الجديدة أو التابس الجديدة في المتصفح، ونقوم دائما بإبقائها في وضعية الساند بوكس، نقوم بتقليل المخاطر الأمنية اللي ممكن أن تأتينا من خلال هذه الصفحات. العملية الأخرى التي تعمل في جوجل كروم دائما هي البلاج إن بروسيس، واللي تستخدم عادة للبلاج إن اللي هي طبعا الإضافات التي يتم إضافتها كإكستنشنز للمتصفح في كل وقت. يعني لاحظ أنه دائما هناك في الجهة اليمنى أو اليسرى مجموعة من الإضافات، اللي بعضها مثلا تستخدم لعرض الرانكينج، اللي هو مثلا التسلسل الدولي للموقع المعروض حاليا. بعضها تكون للآد بلوكس، اللي هي مجرد قفل الإعلانات الموجودة في المواقع. بعضها يعني تمنع بوب أب ويندوز، اللي هي يعني تمنع ظهور نوافذ منبثقة من النوافذ الحالية، وغيرها من الإكستنشنز الأخرى، اللي هي كلها دائما نسميها بلاجنز، اللي هي أيضا تعتبر النوع الثالث من العمليات الموجودة يعني أثناء عمل الجوجل كروم. بالنسبه للانتر بروسيس كوميونيكيشنز، مثل ما ذكرنا يعني واحده من الامور الرئيسيه التي تحصل بين العمليات هو الاتصالات ما بين العمليات. العمليات بصوره عامه يعني عند ابتداء من بدء تشغيل الحاسوب حتى نهايه تشغيله، يعني العمليات في النظام تنقسم الى نوعين: العمليات المستقله والعمليات المتعاونه. العمليات المتعاونه هي العمليات التي تؤثر ويمكن ان تتاثر بالعمليات الاخرى، ويعني تؤثر او تتاثر من خلال ما يسمى يعني الشيرنج داتا. يعني نتائج العمليه الاولى ممكن ان تكون كادخالات للعمليه الثانيه، وبالتالي إخراجات العملية الثانية ممكن أن تكون إدخالات العملية الثالثة، وهكذا. أسباب التعاون بين العمليات هو مشاركة المعلومات، الكمبيوتيشنال سبيد أب، اللي هو يعني تسريع العمل. بدل أنه يكون لدينا عملية واحدة تقوم بمعالجة 2 أو 3 جيجا بت من البيانات في الوقت الواحد، ممكن أنه نقوم بتجزئتها إلى عدة عمليات، وبالتالي تتعاون هذه العمليات سوية، مثل ما هو موجود حاليا في الفكتور أركيتكتشر، يعني معماريات المتجهات الموجودة في الحواسيب الحديثة. الموديولاريتي، ايضا تجزئه الاعمال الكبيره الى اعمال صغيره وعمليات متعدده. الكونفينينس، ايضا اللي هو يعني تسهيل استخدام هذه العمليات، وكذلك تسهيل برمجتها. يعني كلما كانت لدينا العمليه محدوده وقليله المسؤوليه، كلما كانت برمجتها اسهل. كذلك الكوبريتنج بروسيسز، يعني العمليات المتعاونه تحتاج الى ما يسمى بالاتصالات فيما بين العمليات، اللي هي انتر بروسيس كوميونيكيشنز. هناك نوعين رئيسيات من الانتر بروسيس كوميونيكيشنز مثل ما ذكرنا، اللي هي شيرد ميموري، الذاكره المشتركه، والمسج باسنج، اللي هو تمرير الرسائل. هنا هذه الرسومات توضح لنا بشكل رئيسي، يعني اذا كان لدينا هذا هو حيز الذاكره، وكان لدينا البروسيس اي والبروسيس بي تريد ان تقوم يعني بمشاركه المعلومات فيما بينها. فاذا كانت تستخدم طريقه المسج باسنج، اللي هي تمرير الرسائل، فراح يكون عندنا فد جزء من الذاكره مخصص لطابور الرسائل، بحيث انه العمليه الاولى تقوم بوضع رسائلها هنا، والعملية الثانية تقوم بوضع رسائلها هنا، بحيث أنه مثلا البروسيس A إذا أرادت أنه تعطي في نتائج معينة إلى البروسيس B، تقوم بوضعها هنا، بحيث أنه البروسيس B إذا احتاجتها في المستقبل تقوم بسحبها من الطرف الآخر، وهكذا. يعني مثل ما هو يعني واضح، كيو يعني طابور.
إذا كان هناك شيرد ميموري اللي هي راح تكون يعني ذاكرة مشتركة بين العمليتين، بحيث أنه هذا الحيز الذاكرة الخاص بالعملية A، هذا حيز الذاكرة الخاص بالعملية B، وهذا حيز الذاكرة المشترك فيما بينهما، بحيث أنه إذا كان هناك بيانات مشتركة تحتاج كل من الـ A والـ B الوصول لها، سيتم وضعها في هذا الحيز المشترك. وهنا طبعا تظهر عندنا في المشكلة اللي هي مشكلة السينكرونايزيشن، المزامنة، بحيث أنه إذا العملية A قامت بزيادة في متغير معين من القيمة 5 إلى القيمة 6، وجاءت العملية B وأرادت استخدام هذا المتغير، ولكنها لا تعرف أن العملية A قامت باستخدام يعني بتحديث قيمته، هنا راح تحصل عندنا مشاكل، واللي أيضا راح أتحدث عنها إن شاء الله في الفصل الخامس اللي راح يكون هو مخصص للسينكرونايزيشن، لمزامنة العمليات، راح يكون هناك حديث كبير جدا عن هذا الموضوع. أيضا مثل ما ذكرنا الكوبريتنج بروسيسز، مثل ما ذكرنا العمليات المستقلة اللي هي لا تؤثر ولا تتأثر بتنفيذ بقية العمليات، العمليات المتعاونة هي العمليات التي تؤثر وتتأثر بتنفيذ بقية العمليات. فوائد التعاون مثل ما ذكرنا هذه الأربع نقاط اللي هي مكررة يعني في هذا السلايد. أحد أمثلة العمليات الكوبريتنج بروسيسز، العمليات المتعاونة، هو ما يسمى بالبروديوسر كونسيومر بروبلم، يعني مشكلة المنتج والمستهلك. نفترض أنه عندنا فد يعني هاي طبعا تعتبر هي نموذج للعمليات المتعاونة، بحيث أنه عندنا عملية منتجة تقوم بإنتاج فد معلومات معينة يتم استهلاكها من قبل العملية الأخرى. يعني بالضبط إذا كان لدينا فانكشن تقوم بإنتاج الفاكتوريال مثلا، هذه راح تعتبر البروديوسر، والكونسيومر راح يكون هو عبارة عن فانكشن أخرى تستخدم هذا الفاكتوريال لإنتاج عملية رياضية معقدة أو أكثر تعقيدا مثلا. فراح تكون عندنا عملية تنتج بيانات وعملية تستهلك هذه البيانات. هنا طبعا راح نحتاج أنه نحرص على أن كل العمليتين تعملان بسرعة متساوية أو متقاربة، لأنه إذا كانت العملية المنتجة تنتج بسرعة أكبر، فالبيانات المنتجة اللي راح تخزن فيما يسمى بالبفر اللي هو الذاكرة الوسطية المؤقتة راح يمتلئ البفر، وبالتالي يعني إذا كانت العملية المستهلكة يعني تستهلك بسرعة أقل راح يمتلئ البفر، وتبدأ يعني هذا راح يؤدي إلى بطء في عمل الحاسب بصورة عامة، لأنه المنتج راح يعني يتباطأ عمله، العملية المنتجة، والعملية المستهلكة أيضا راح يعني تستمر في أخذ البيانات بسرعة أقل، راح تصير عندنا مشاكل مثل ما راح نشرحها. عادة هناك نوع من أنواع البفرز اللي هي الذاكرة الوسطية المؤقتة، الأنباوندد بفر اللي هو الذاكرة الغير محدودة والتي لا تضع أي قيود أو حدود على حجم البفر، هذا طبعا لا وجود لها، يعني مهما كانت حجم الذاكرة في أي نظام تشغيل أو في أي حاسوب عادة الذاكرة تكون لها حيز محدود، وبالتالي يتم يعني تحديد بفر معين لنقل البيانات بين عمليتين اللي هو الباوندد بفر اللي هو الذاكرة المحدودة، والتي تفترض أن هناك حجم ثابت للبفر، بحيث أنه إذا كانت العملية الأولى تنتج 10 ميجا بت بالثانية والعملية الثانية تنتج تستهلك 5 ميجا بت بالثانية، راح يكون عندنا دائما اكو 5 ميجا بت فرق يتم وضعها في داخل البفر. إذا كان حجم هذا البفر مثلا 500 ميجا بت، فبعد معناته بعد 10 ثواني راح يمتلئ هذا، لأنه كمية الإنتاج أكبر بكثير من كمية الاستهلاك، وهذه طبعا المشاكل اللي ممكن تحصل في نظام تشغيل واللي لازم، ولذلك سميت مشكلة المنتج والمستهلك اللي هي يعني عادة تحل بعمليات السينكرونايزيشن وغيرها من الأمور الأخرى. الباوندد بفر أو في الشيرد ميموري سولوشن عادة يتم تعريفه كالآتي: ديفاين بفر سايز وليكن 10 مثلا، تايب أوف تايب ديفينيشن ستراكشر، ثم هناك يتم فت عمليات معينة ثم يتم تحديد اسمه وليكن ايتم مثلا، ايتم بفر اوف بفر سايز وليكن مثلا هو هذا العشرة اللي عرفناه في البداية، ان انتجر ان يساوي صفر، انتجر اوت يساوي صفر. هذه فقط يعني مجرد مقتطعات بسيطة من الكود، يعني هو هذا ليس الكود الرئيسي وانما جزء من الكود فقط ليعرف كيفية تحديد البفر في الذاكرة. مثلا هنا عرفنا حجمه بانه 10. هذا السولوشن از كوركت بات كان اونلي ورك اف ذا بفر سايز ماينس 1 اليمنتس، يعني هنا هذا الكلام يكون صحيح جدا والنظام يعمل بشكل صحيح ما دامت عدد القيم اللي راح نستخدمها هو بفر سايز ماينس 1، يعني ما دامت هناك لدينا فقط 9 عناصر يتم انتاجها من المنتج الى المستهلك ويتم وضعها في البفر قبل ان يمتلئ. الباوند بفر في البروديوسر راح يكون مثلا ايضا هذا هو الكود نيكست، الايتم هو نيكست بروديوست، هذا اسم المتغير اللي منه ايتم، while true هذا معناته indefinite loop، يعني هذا راح يستمر إلى ما لا نهاية حتى يحصل فتح خطأ معين في داخله. The producer produces an item in the next produced while in plus one mode، هذا طبعا باقي القسمة على البفر سايز، يساوي يساوي out do nothing otherwise شو يسوي؟ البفر of n يساوي the next produced، وال n أيضا تزيد قيمتها تسويها n زائد واحد mode buffer size، بحيث أنه تحرص على أنه تبقى قيمتها أقل من البفر سايز. في الكونسيومر ايضا الايتم اللي هو سميناه نكست كونسيومد
ايضا راح يتم تعريفه، وبعد ذلك راح يصير عندنا انديفاينايت لوب، يعني لوب مستمر بشكل ما لا نهايه، طالما ان الان يساوي الاوت دو ناثينج، يعني اذا كانت قيمه المدخلات تساوي قيمه المخرجات ما عندنا مشكله، ما راح نحتاج انه نضع شيء في البفر. اذروايز يعني بخلافه راح يكون عندنا نكست كونسيومد، راح نوين نخليه بالبفر اوت. اوت يساوي اوت زائد واحد مود بفر سايز، على مود نحافظ على قيمه الاوت اقل من قيمه البفر سايز. هذا طبعا كونسيوم ذا ايتم ان ذا نكست كونسيومد، مجرد انه يعني تعبير عن ماذا يحصل في البفر الخاص بالبروديوسر والكونسيومر. الانتر بروسس كوميونيكيشنز كاتصالات مثل ما ذكرنا قد تكون شيرد ميموري وقد تكون مسج باسنج. بحاله الشيرد ميموري هي راح تكون عباره عن حيز من الذاكره مشترك بين العمليات التي يعني تتمنى الاتصال فيما بينها. الاتصال راح يتم تحت سيطره المستخدمين او عمليات المستخدمين وليست عن طريق نظام التشغيل، لانه يعني المستخدم هنا يقصد به المبرمج الذي يقوم ببرمجه هذه العمليات لاستقبال بيانات من العمليات الاخرى. المشاكل الرئيسية في هذه الخاصية بأنه هي تسمح لعمليات المستخدمين بمزاملة نفسها أو عملي يعني فعالياتها فيما بينها عندما تقوم بالوصول إلى الشيرد ميموري. السينكرونيزيشن مثل ما ذكرنا المزامنة راح يتم مناقشتها بشكل كبير في الفصل الخامس إن شاء الله. إذا كنا نستخدم المسج باسنج اللي هو يعني تمرير الرسائل، فأيضا راح يكون عندنا الميكانيكية للعمليات للاتصال فيما بينها يجب أن تكون متزامنة مع فعالياتها. المسج سيستم اللي هو نظام الرسائل هو راح يسمح للعمليات بالاتصال فيما بينها من خلال يعني ارسال واستقبال البيانات فيما بينها. راح يتم استخدام اثنين عمليات اللي هي السند مسج والريسيف مسج، يعني ارسال الرساله واستقبال الرساله. طبعا المسج سايز يعني حجم الرساله قد يكون ثابت وقد يكون متغير. اذا كانت العمليه بي والعمليه كيو تتمنى ان تقوم بالاتصال فيما بينها، فانها تحتاج في البدايه الى تاسيس رابط اتصال فيما بين العمليتين، ثم تبدأ ب انت يعني تبادل الرسائل من خلال استخدام عمليات السند والرسيف. القضايا التي تتعلق بتنفيذ او تمثيل رابط الاتصال هي كالآتي: How are links established؟ كيف يتم تأسيس هذه الروابط؟ هل يمكن ان يكون هذا الرابط بين عمليتين او اكثر؟ How many links can there be between any pairs of communicating processes؟ يعني كم لينك نحتاج بين العمليات المتصلة فيما بينها؟ هل نحتاج ان يكون لدينا لينك واحد او اكثر؟ What's the capacity of the link؟ ما هي سرعة نقل البيانات عبر هذا اللينك الموجود بين العمليات الاثنين يعني الموجودة في الذاكرة؟ Is the size of message that the link can accommodate fixed or variable؟ مثل ما ذكرنا أيضا حجم الرسالة هل هو ثابت أو متغير؟ وهل أن اللينك unidirectional أو bidirectional؟ هل أنه أحادي الاتجاه أو ثنائي الاتجاه؟ يعني نفس اللينك يمكن أن يرسل البيانات من العملية A إلى العملية B ومن العملية B إلى العملية A، أو فقط نحتاج لينكين يعني لهذا الشيء؟ تمثيل اللينكات مثل ما ذكرنا قد يكون فيزيكالي هو عبارة عن شيرد ميموري ذاكرة مشتركة، أو هاردوير باص اللي هو نواقل هاردويرية، أو عبر الشبكة. أما عن طريق اللوجيكال فقد يكون دايركت أو اندايركت، يعني قد يكون بشكل مباشر أو غير مباشر، سينكرونس أو اسينكرونس يعني متزامن أو غير متزامن، وأوتوماتيك أو اكسبليسيت بافرينج، يعني يمكن أن يتم إنشاء اللينك بشكل أوتوماتيكي أو عن طريق بفر واضح يعني أو محدد كقيمة ذاكرة، يعني المينيموم والماكسيموم سايز الخاص بهذا البفر يتم تحديده من قبل نظام التشغيل. في المحاضرات القادمة إن شاء الله راح نبدأ نتحدث عن الدايركت كوميونيكيشنز والإندايركت كوميونيكيشنز بين العمليات، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامة.